نجح في المهمه ديالو راه بكم نتوما، وإلا فشل في المهمه ديالو راه بكم نتوما. فكيف ما اليوم التئمتو وجيتو وساندتو، نبغي يبقى هاد المؤازره وهاد المسانده وهاد الالتئام حتى يعني في الساحه، حتى على ارض الواقع، حتى في المواقف اللي غادي ربما تعرضوا لها، لان اكيد لان كنعرفوا حنا دورنا كنقابيين راه دائما حنا معرضين للمواقف، وغالبا المواقف تقول لنا كنعرفوا كيفاش كتكون. فنبغيكم تساندوه، ما تخلوهش بوحده، هو اللي قصه، كونوا من وراه الله يجزيكم بخير، ونبغي نطمئنه هو شخصيا وانتم كذلك. فكون على يقين ان المكتب الوطني للمنظمه الديمقراطيه المهنيه للنقد على اتم استعداد انه يكون معكم في المغرب. بلادنا المشاكل اللي كتعيشها، ومن بين المشاكل ومن بين المشاكل الكبيره هو قطاع النقل، اللي في الواقع ما كنا كنتمناو ان الحكومه هذه يعني تنصف هذا القطاع هذا وتنصف الناس ديالو، لان كنعرفوا بانهم يعني العمل الشاق اللي كيقوموا به يعني عمل تقريبا راه كيداوم على مدار اليوم والليل، يعني عمل ما يمكنش يعني نتجاوزو بسهوله او نتكلموا عليه يعني في كلمات قلال، وهذا يعني اللي بغينا نتكلموا عليه خصنا ليه يعني ساعات وساعات. ولكن بما يعاني هذا القطاع من المشاكل، بما يعاني من مسائل يعني سلبيه، يعني بغينا هذا القطاع هذا نحاول ننهضوا به. ما كنقولوش حنا ما كنطلبوش من المستحيل من هاد الناس هادو، يعني الحكومه مش كتطلب لنا المستحيل، ما كنقولوش حنا بغينا يكون هذا القطاع هذا كمثيل ديالو في الدول الاوروبيه او لهذا، حنا بغينا على الاقل العيش الكريم لهاد الناس هادو، لان ما يمكنش قطاع يعني يستمر بلا تغطيه صحيه، ما يمكنش يستمر. يعني كنا كنعرفوا بان يعني الصحه خصوصا نتوما اللي في هذا القطاع هذا، يعني مع العمل اليومي والعمل يعني طول الساعه والانسان جالس في الكرسي ما كيتحرك ما والو، يعني راه الحيزه الا مشى غير يعني مشى غير لجده، مشى للرباط ولا مشى للبحيره، مشى لطنجه ولا مشى هذا، راه خصو يومين ديال الراحه وكيرتاح. كيفاش كيبدا ديال الصحه المنظمه الديمقراطيه يعني؟ السلام عليكم. ان شاء الله احنا شيء جديد، دابا جينا احنا ما قدرناش في الطاكسيات وهذه، عندنا خمس سنين وسنين ست سنين، وخويا اللي جينا وشفنا بان الطاكسي مظلوم، لا شايف ولا مهني لا جميع اي حاجه وقفت عليها ما كايناش. لا في الصحة، لا في الصحة، لا التغطية الصحية، يعني ما كاين والو. وبحثنا ووصلنا للمنظمة ديالكم وقلنا الآفاق ديالنا مزيانين، وإن شاء الله ناوية سيدة مزيان وكتدافع على حقوق السائق والمهني. هذاك الشيء علاش حنا تجمعنا كسائقين وقلنا حنا خاصنا نشوفوا روسنا كجاهزين ونعرفوا معاكم، ولقينا المنظمة ديالكم مناسبة لينا باش أنها نديروا يدنا في يدها وتدافع لنا عن الحقوق ديالنا، وحتى حنا باغينا نكونوا مزيانين ونضمنوا حقوق وليداتنا، هادشي اللي باغي، ما باغي والو الحمد لله.